طب قول لي بقى ازاي انت جوازه، مش عارف هي اول جوازه ولا الجوازه الوحيده في حياتك، ازاي عملتها في السر؟ ازاي ايه؟ ازاي جوزت في السر وخلفت في السر؟ دي عمليه تقيله قوي، عمليه يعني ما كانتش سهله. بس عملتها ازاي دي؟ شوف يعني انا حبيت اللي انا اتجوزتها اللي هي الاجنبيه. كانت انجليزيه ووالدها كان بيدرس في اسكندريه، ما كانش سهل بالنسبة لي ان انا اروح اقول لابويا انا عايز اتجوز خواجية. ليه؟ كان دايما هو يتكلم على هعمل لك فرح بقى مش عارف ايه 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 وحيعمل ايه 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 وحنجيب، كان وقتها الموضة عبد العزيز محمود. يا طبعا هنجيب عبد العزيز محمود يغني في الفرح حاجات كده يعني تكسي الغرام. لا ابويا كمان كان سكرتير نادي ضباط الزمالك كمان، واخد بالك. وحسب ما عرفت بعدين انه كانوا هو ومحمد نجيب اول رئيس جمهوريه عندنا كان في النادي برضو، كانوا ضد اسماعيل شيرين باشا. طبعا في الانتخابات الشهيره، جوز انتخابات الضباط الشهيره فوزية. وكسب نجيب فيها بالظبط، مظبوط. فكان بحكم انه سكرتير نادي الضباط الزمالك كان بيعملوا حفلات، فكان صديق لمحمد عبد الوهاب وصديق لسليمان بيه نجيب، كلهم حبايبه. للحاجه تحية كاريوكا وقتها ما كانتش حاجه يعني، كانت تحية كاريوكا برضه، كانت تحية كاريوكا. فهم اللي حكوا لي بعدين يعني محمد عبد الوهاب اللي قال لي انا كنت صاحب ابوك جدا وكنا احنا الاثنين بنتنافس على المعجبات. يا سلام. كويس. نرجع بقى، انت حبيتها وانت كنت في سنه ايه ولا؟ كنت لسه مخلص الجامعه. كنت خلصت الجامعه؟ انا خلصت الجامعه كان عندي 19 سنه. هو زي مستمر كان شاطر جدا بقى اقول لها خلص جامعه 19 سنه، خلي بالك يا فندم، خلصت جامعه 19 سنه، كنت شاطر. كنت شاطر ولسه شاطر. طبعا طبعا. اللي عايز اقوله لك انه ما قدرتش اواجههم، ما قدرتش احطم الامل والامل اللي هم عايزين يعملوها ابويا يعني، وبالتالي والدتي برضو انهم فرح ابنهم. فمعرفش يعني اتجوزنا وخدت شقه، كنت انا اوريدي بقى عندي شقه في الزمالك اول ما اتخرجت من الجامعه زي ما باباك زي ما قال لك جاب لك الشقه. بس انا خدت شقه تانية ليها عشان البواب ما يفتنش لابويا ان في واحده عايشه معايا. فالمهم اختصارا للحدوته دي كلها عايز اقول لك ان ايه، نداهه الفن بالنسبه لي خلتني مش شايف غير ان انا عايز امثل، عايز ابقى نجم، عايز اعمل افلام، خلتني مش قادر اشيل مسؤوليه اي حاجه تانية غير تقدمي في الفن. وكان تقدمي في الفن ببطء، كان بيعتمد اساسا على مسلسلات الاستاذ العظيم فؤاد المهندس في رمضان. طبعا اللي كان بتبقى افلام مباشره يعني، وادوار صغيره برضه كنت باخدها في بعض الافلام، 30 يوم في السجن مش عارف ايه، حاجات كده بسيطه مع الاستاذ فريد شاوي. لكن ال فده وده بندم عليه حاليا جدا، ان ما قدرتش اعمل توازن ما بين الحياه العائليه وما بين الاسره وما بين الفن، وما بين الفن فضلت ده، فضلت الفن، وفي سبيله ما كنتش شايف حاجه تانية. بعدين ندمت وبعدين تحسرت لما هي سابتني وراحت انجلترا عشان تولد، وكان عندها حق لان هي كانت قاعده في البيت وانت طول النهار بره، وانا طول النهار بره وطول الليل بره، طول الليل بره. يعني ما كانش عندي شغل، فبحاول اوجد شغل ان انا اتعرف على مخرجين، اتعرف على منتجين، اتعرف على كده يعني من خلال العلاقات الشخصيه اللي بيني وبين مثلا الاستاذ فؤاد المهندس، الاستاذ فريد شوقي، الاستاذ رشدي حليم بازة. وعبد الحليم كان ليه دور كبير طبعا. عبد الحليم انا قابلت مصر كلها. مصر كلها. فخدت ابنك ومشيت. ايوه. ما رجعتش تاني. الا في زيارات بقى كده. بعدين بقى. بعدين.
مش عايز يتكلم، هو الكلمتين دول خدناهم منه بالعافيه بالعافيه. بس هو عنده ثلاث احفاد دلوقتي بيقولوا وهو بيروح لهم. وانا اقول لك سر ده مش سر، ده في الكتاب. طيب خلاص ده في الكتاب، انا ما جبتش حاجه من عندي.